لا يمر يوم دون أن تستقبل هذه المناطق هنا في مديرية المقاطرة شمال محافظة لحج نيران ومقذوفات الميليشيا، حيث تتمركز الميليشيات على طول سلسلة جبال الصوالحة وجبل عنان الواقعة شرق المديرية لتشن قصفا على قرى المديرية أهمها سوق الربوع ومنطقة المهداد، بالإضافة إلى الطريق الرئيسي الذي يربط بين تعز وعدن. لم يرعوا هدنة ولم يرعوا أي ظرف من ظروف الهدنة، قاموا بالضرب على المواقع وعلى أي شخص عابر للخط في رميه في الرشاشات الثقيلة 14.5 12.7 لقطع هذا الخط، استهداف الخط بقذائف الهاون، واليوم الصباح استهدفوا الخط بثلاث قذائف هاون على مواقع المقاومة في مهداد، واستهدفوا الطقم اللي هناك بثلاث قذائف هاون. تطمح الميليشيات في هجماتها على المديرية للسيطرة الكاملة على آخر الطريق الرابط بين تعز والمحافظات الجنوبية في مسعى منها لحصار مدينة تعز وأريافها الجنوبية عبر هذا الطريق، لكنها الخيبة ذاتها التي يبددها أفراد المقاومة الشعبية في وجه الميليشيات من خلال تصديهم لكل المحاولات الرامية لقطع الطريق أو التوسع بمساحات أخرى في المديرية في وقت لا تزال فيه الميليشيات تدفع بكل ثقلها للوصول إلى هذه المناطق، خصوصا منذ سيطرتها على الأجزاء الشرقية في المديرية مطلع ديسمبر الماضي.